صرح رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو بأن المؤتمر أبلى بلاء حسنا لعقده تلك الفعالية في هذا التوقيت، وأضاف أنه لن يحدث نجاح دون تضافر جميع الجهود، مثمنا جهود مجلس النواب المصري بشأن ملف المناخ. لعقده هذه الفاعلية في هذا الوقت لقد أبليتم بلاء حسنا. أنتم لم تألوا جهدا ليلا ونهارا لتحقيق نجاحا لهذه الفعالية. أود أن أقول أن لا شيء قد يأتي دون أن نعمل بجد. قد تحدث أمور وقد نلقى نجاحا، ولكن لن يحدث هذا دون تضافر الجهود، ومن هنا جاء دور العمل الذي يقدمه ويبذله مجلس النواب المصري ليس فقط في هذا اليوم ولكن منذ فترة. لذلك شكرا جزيلا سعادة رئيس مجلس النواب المصري، وشكرا على استضافتكم لنا بمدينة شرم الشيخ.